بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. هنا غادي تشوفوا واحد اللقطة بصراحة أساسية ومحورية. لاحظوا معايا مزيان. سيدة اتصلت بي حوالي 10 ديال الصباح، وهذه السيدة هذه تكون عندها حوالي 30 سنة، فقالت لي حساسية مفرطة، ولكن كي غادي ندير؟ واش كاين شي علاجات؟ فإذا تيكون في الهاتف خصنا نفهموا الموضوع، الخلل فين كاين، ولكن لو دياغنوستيك ما عنديش، الفحص كي غادي نديرو. فمحوريا خصنا تعطي حل، ولكن على اي اساس؟ فالمعلومات الاوليه كاين حساسيه مفرطه تتحك بزاف، والغريب هو انه هاد السيده هادي انه ما عرفناش حتى راه تعطيها شي مواد استعجال، كي غادي دير؟ فارتئينا انه تاخذ الماء المغلي، غلات الماء من الوقت اللي عطاتني الى غير 9 الليل، اذا نشوفوا فتره ديال 12 ساعه تقريبا، فقط ماء مغلي دون اي اكل. تتغلي الماء تتشربه، تتاخذ الاطر الاول تتشربه، تتسنى ساعه اطر اخر، ساعه اطر اخر، تحبس واحد ساعتين او تنتقل الى الماء. اذا تقريبا خذت شي 5 حتى 6 اطر في ذاك اليوم. 9 العشيه نادتني حتى تعطيني النتيجة الأولى، قالت لي السي العلوي استطعنا نضبطوا 30% ديال الحساسية ديال الجلد. ما معنى الكلام؟ أش من حساسية؟ أي نوع؟ لا أدري، ولكن كاين أحكام غالبا غادي تكون كلات شي حاجة ماشي هي هذيك، أو أنها تناولت شي أدوية ممكن اللي حدثوا لها هذا النوع من المشكل. ولكن حنا القاعدة عندنا شنو هي؟ الماء المغلي تينزل كل الاحماض، وهذا النوع من الحساسيه غادي تكون غالبا ارضيه ديال الحموضه، واخا؟ اذا فنخويو القنوات نخويو الجهاز الهضمي، واحد، نحاولوا نخويو القنوات الدمويه، جوج، نحاولوا نحسنوا بالمناعه ديالها باش تبدا تشتغل وتعاونها على باقي المشكل اللي عندها. 30% ترق بها حساسيه، اعطيني طبيب حاليا اللي يضبط الحساسيه تاع لوغتيكار، الحكان او داك او داك 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 لي زاليرجي ديال الجلد، ديال ديرماتيت مثلا، قولي ضبطوا مليا ب 30% في 24 ساعه، اعطينا عام، بمعنى القدره على تحريك تنقيه القنوات الدمويه، ثم انه اعاده بناء بداية المناعة باش أنها تبدا تشتغل وتخفف عليها 30% مهم جدا. إذا لاحظتي الفرق بين أنك تشرب الماء بوحدو في أجساد معدني، أنك تغلي هذا الماء وتشربه، السرعة ديال الحركة في الجسم، السرعة ديال التنقية، السرعة ديال إعادة ترتيب الأوراق الداخلية. إذا لاحظتي التنقية مهم، ورفع الحواجز مهم جدا. اذا نعطيكم حالات اخريات مثلا ديال الناس اللي عندهم ليبرتونسيون، واخا حكينا كيف انه ناس تطعو انه تطعو الناس ديال ليبرتونسيون تياخذوا الماء المغلي بوحدو طيله اليوم، نفس النتيجه، تيمكننا نضبطوا نضبطوا ليبرتونسيون بهذه القوه وبهذا الإنسان، لأن تفريغ القنوات الدموية أساسية. إذا حساسية الجلد شفناها، ليبرتونسيون شفناها، السكري شفناه، بنفس النشاط تصوروا إنسان عنده ليفاغيس. ليفاغيس شنو هما أساسا؟ العروق ضعف، وتيعمروا الدم اللي تيكون فيه إما كثرة الدهون بحال الكوليسترول، وإما تتلقى فيه كثرت ذاك الجدار الداخليه تتخلي انه كثير من الخلايا الدمويه الضعيفه انها تنزل تما، وتتعطيها فرصه تاع الماء المغلي، ممكن تعطيها يوم كامل، ممكن تعطيها يومين، ممكن تعطيها 3 ايام متتابعه. هنا تتحس العمليه ديال التفريغ اساسيه محوريه. اذا حساسيه الجلد، ليبرتونسيون، السكري، تفريغ القنوات الدمويه، تفريغ الجهاز الهضمي من السموم عن طريق الماء المغلي ممكن، وخصنا نتعلموا نستعملوه بداية قبل أي شيء آخر. لاحظتوا أنه هذا الماء المغلي في الاستعجالات الأولية، بنية عندها 5 سنوات، على 6 غرامات،
فتعود الليل عيطوا لي الاهل ديالها اش تعطيها؟ تعطيها البصل ممكن، تعطيها مواد بحال ورق الزيتون المغلى ممكن، ولكن شوف عقلو ديما نقيو الجسم، التنقية اعتبر الماء مغلي من ارقى العلاجات دوليا وانسانيا وعبر الزمان وعبر وفي اي مكان. ليش؟ لانه سهل التحضير وما فيش ذاك الخلعه، عندك يدير وعندك يدير. علاش؟ لقينا تصور هذه البنيته هذه، عطينا كاس تاع الماء مغلي، ربع ساعه زدنا كاس اخر، السكر هبط لا نورمال، ماء المغلي هبط لا نورمال، السكر ديال البنيته طلع على 6 غرامات عندها 5 سنوات. الغريب انه تصور 24 ساعه ما عاودش طلع على السكر، حتى دخلت في انسان ميتيتيق وتيحسب راسو برا، يعود ماشي يعالج ويقوي جسمه ويبني البنيه الاساس، لا تتهاون وتبدا تسميتو. لذا هذا الماء المغلي خصنا نجعله هو سلاحنا دائما حاضر معنا في الحالات الاستعجاليه. مثل السكر طلع 6 غرامات عند بنيته عندها 5 سنوات، اذا والسكر تنزل استعجالا في الساعه الاولى. كذلك اتصلوا بيا ناس استعجالا والسيد عنده طونسيون طالع يمكن 18 او 19 او 21، اظن 21 كان طالع، وعطينا جوج كيسان د الماء مغلي ونص ساعه جوج كيسان اخرين، فاقل من ساعه لا طونسيون نزلت ل 17، من 21 ل 17. الجميل هو ان هذا النوع من الوصفات خاص تكون حاضره. احنا صراحه تنرتقيو بحال هذا النوع من الوصفات الاستعجاليه، تخصها تكون عندنا حاضره، وكل ما تنفهموا اش تجرى في الجسم ديالنا تنكونوا ادرى. فتصوروا انه كاين مواد علاجيه للسكري فقط تدخل القنوات الدمويه، وهذه تتخفض السكري. الماء المغلي اعتبروه من ارقى ما كاين في تنقيه القنوات الدمويه، وتتلاحظوا في نص الساعه الاولى حيت هو سهل الامتصاص، ربع ساعة نص ساعة ماكسيموم تقضي الغرض، ولكن الأجمل من ذلك تنقي القنوات الدموية، تحمي الكلاوي وتبولهم، تحيد لي ريتونسيون دو حيت هو ديوريتيك وتبول. كذلك تنقي الكبد، خصوصا كان عن طلع في السكريات وتلزم الجسم أنه يهيج على الأكل، خصو ينوض ياكل، فتقنع وتحافظ على قناعة الجسم على أنه ياكل بالقياس وياكل شوية وياكل بالقياس. وكل ما هذا الماء المغلي خدينا شوية سخون، كل ما العملية ديال تنقية الكبد تتكون أفضل، العملية ديال تفريغ القنوات الدموية تتكون أفضل، العملية ديال تنشيط الجسم وتقويته تتكون أفضل، تتحسوا حتى الثقيبة تاع الجلد لي بار لا بوروزيتي تتوسع والجسم تبدا يتنفس بشكل افضل. اش ينصحوا الرياضيين الاختصاصيين واخا تنصحوا كيف انسان عنده السكري خصو يشتغل، خصو يعرق مزيان، الماء مغلي تيعرق وتيبول وتقنقي القنوات الدمويه، وهذه هي قوه. لذا تجدنا في الناس اللي تعالجوا عندنا على السكري تنصحوا بثلاثه اترود الماء المغلي، فتناخذوا ساعتين بعد الافطار مع ذاك ال 11 ساعة ونص قبل الغداء، وتناخذوه مع ذاك العشية مع الخمسة د العشية 4 ساعات بعد الغداء، ولكن ساعتين قبل العشاء. تلاحظوا هذه العملية تاع الماء المغلي كعنصر محوري في عمليات تخفيض السكري أساسي أساسي جدا. لذا أنه في الحالات الاستعجالية خصو يكون حاضر، وفي الحالات العلاجية خصو يكون حاضر، فلذا تلقاو بسهولة أنه الناس تيخفضوا السكري. حقا كاين الناس اللي عندهم الفشل الكلوي، التبول عندهم قليل او منعدم، تنقول لهم لا ما تاخذوش الماء المغلي وما تاخذوش الماء بشكل كبير، ولا خذتو من الماء المغلي خذوا كاس مزيان يحيدكم الاحماض، ينقي القنوات الدمويه، ولكن ما تكثروش باش ما نطيحوش في مشكل اخر اللي هو لا ريتونسيون دو من جهه، واخا ديوريتيك هو، وما نطيحوش حيت الكلاوي عيانين وخصنا بدا نتعلموا ننشطوهم. فعلام لا عطشتي خذ الماء المغلي افضل، ولكن خلي الجسم ديالك يبني شويه بشويه، وهكذا يمكننا اننا عن طريق الماء المغلي نحدثوا المعجزه، علاج السكري في الاستعجالات الاولى، وعلاج السكري على مدى 3 شهور 6 شهور الى تخدينا 3 لتر تاع الماء المغلي بشكل صحيح. وكل ما كان السن قل من 7 سنين تناخذوا كاس كبير
جوج مرات ثلاثة مرات في النهار بالنسبة اللي عنده السكري، أو ممكن نحولوه إلى وجبات أخرى التي يمكننا أن نشتغلوا بها وحدة بوحدة. فالاستعجالات عن طريق الماء المغلي السكري ممكن، وعن طريق العلاج على مدى 3 شهور 6 شهور ممكن، 3 9 أشهر كاملة حسب الحالة ديال السكري عند الشخص ممكن. وهكذا تلاحظوا السكري ممكن نعالجه عن طريق الماء المغلي مع 500 ألف مادة أخرى التي ترافق الماء المغلي، ممكن نضيفها معه أو تكون مرافقة له، والحمد لله رب العالمين.